السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نكمل معكم ما بدأناه في المحاضرات الماضية في أساليب التوجه والحركة وعن التقنيات الحديثة في التوجه والحركة تحديدا. هذا أنا الدكتور محمد الصفحي وزميلي الدكتور محمود رمضان عزام السيد. راح نتكلم عن نظام التحديد الجغرافي العالمي أو GPS تكنولوجي. طبعا هو جهاز للتجول يعرض المعلومات الجغرافية وشاشة برايل نوتس محمولة وصغيرة الحجم. يتم إدخال المعلومات باستخدام لوحة المفاتيح وتسترجع بواسطة شاشة عرض برايل وتكون الاستجابة صوتية. يستطيع الشخص الكفيف أو المعاق بصريا أن يدخل البيانات الجغرافية في جهاز برايل نوت وتبث في جهاز GPS ويتلقى الجهاز البيانات ويرسل الاستجابة مرة أخرى إلى جهاز البرايل نوت. طبعا الجهاز هذا عدة خصائص، منها تشكيل الطرق، يسمح للمستخدم أن يشكل الطرق المختلفة. كذلك تشكيل الطرق يسمح للمستخدم بفتح ملف للطرق وتتبعها. نقاط الاهتمام، يحتوي الجهاز على أكثر من 70 نقطة اهتمام مخزنة فيه. كذلك بطاقة الخريطة، عادة ما يعطي جهاز GPS خطوط الطول والعرض من موقع ثابت بالأقمار الصناعية، أما بطاقة الخريطة فهي تحل محل ذلك وتعطي اسم الشارع الفعلي الذي يتواجد فيه اسم المستخدم وليس مجرد خطوط الطول والعرض. البوصلة أيضا إحدى التقنيات الحديثة في التوجه والحركة، وهو عبارة عن جهاز معروف لدى المبصرين ويستخدم في الطائرات والسفن ومعظم وسائل النقل لتحديد الاتجاهات. بالنسبة للكفيف، البوصلة تمكنه من تحديد المداخل والمخارج والممرات ومواقع المحلات والبنايات واتجاهات الشوارع والتقاطعات وتحديد مواقع السلالم والمصاعد والمراكز التجارية. غالبا ما يستخدم الكفيف البوصلة بمصاحبة العصائد. التلسكوب، أيضا هناك أنواع كثير من التلسكوبات أو الميغنيفايرز بأنواعها، تعد التلسكوبات بأنواعها المختلفة وكذلك النظارات ذات المواصفات الخاصة من الأجهزة الحديثة التي تساعد ضعاف البصر على رؤية الأشياء البعيدة خلال عملية الحركة. من أهم الأنواع التلسكوب اليدوي، يستخدمه ضعيف البصر للتكبير أو للكشف عن أشياء محددة أثناء السير في الطريق كقراءة اللافتات. كذلك النوع الآخر التلسكوب مزدوج العدسات، ويستخدم لتقريب الأشياء البعيدة الثابتة خلال تنقل الفرد ضعيف البصر، كان يقرب مسافة معينة أو هدف يبحث عنه الفرد عند السير. التلسكوب مزدوج العدسات أيضا يستخدم لتكبير الأشياء المتحركة ذات المدى القصير، كان يستخدم لمعرفة نوع السيارة التي تمر أمامه. النوع الرابع المنشور الضوئي، يستخدم في رؤية الأشياء الثابتة والمتحركة، وكذلك يستخدم عند عبور التقاطعات والحركة في الأماكن المزدوجة. عندنا أيضا المجموعات أو مجموعة النظارات، وهي نظارات بمواصفة خاصة مثل النظارات ذات العدسات ثنائية البعد أو العدسات اللاصقة أو ذات العدسات الواقعة. نشكركم على حسن استماعكم وعلى أن نلتقي في محاضرة قادمة.